كنا واقفين عند الجريجري كلاسيفيكيشن. الجريجري كلاسيفيكيشن اللي هي البيل والجريجري دي من الحاجات المهمه اللي بتيجي في الامتحان كتير. العلاقه ما بين الريمس بتتسمى كلاس، فلما لو هو الدرس كله بره الريمس، كله طالع بره الريمس، دي اسمها كلاس 1. لو الدرس طالع كله بره الريمس دي كلاس 1، لو الدرس نصه في الريمس ونصه بره الريمس دي اسمها كلاس 2، لو الدرس كله داخل جوه الريمس دي اسمها كلاس 3. يبقى كده مين انهي واحد اصعب في دول؟ يعني مين انهي واحد اصعب في الحاجات دي؟ كده مين الاصعب؟ كلاس 3. كلاس 3. خلوا بالكوا كده، يبقى كده الديستو انجلر هو الاصعب وكلاس 3، عشان لما نجمع الصعوبه، لما يجي يقول لك جمع الصعوبه بتاعت الحاجات هنجمعها كلها بعد كده. يبقى كده الديستو انجلر وكلاس 3 هو الصعب. وبعد كده اللي بيقيس علاقه ال7 مع ال8، او بيشوف علاقه ال8 مع ال7، لو الاثنين على نفس الاوكلوزال بلين دي كلاس A. لو ال7 بقى ال8 في نص الكراون، يعني في نص الكراون بس ما نزلش تحت السيرفايكال لاين، دي كلاس بي. لو السن نزل تحت السيرفايكال لاين بتاع ال7، ال8 نزل تحت السيرفايكال لاين بتاع ال7، يبقى دي كلاس سي. يبقى كده مين الأصعب؟ سي سي. يبقى كده كلاس 3، كلاس سي، ديستو انجلر هما الاصعب في خلع ضرس العقل. كلاس سي، كلاس 3، ديستو انجلر. طيب بعد كده في الوان او في حاجات بيجوا يسالوا عليها، اللي هي بيسموها الوينترز لاين، دي بيسالوا عليها في الامتحان. بيبقى ثلاث الوان. الوايت لاين هو اللي بيبقى ماشي على الاوكلوزال من فوق، فيسألك في الوينترز لاين الوايت لاين ده بيمثل ايه؟ ده بيمثل الاوكلوزال لغايه اما يخبط في الريمس. طب الامبر لاين اللي هو اللون الاصفر ده اللي بيمثل الخط اللي ماشي على السيرفايكال لغايه اما يخبط في الريمس. طب الخط الاحمر او الريد ده الخط العمودي اللي نازل من على الاوكلوزال بلين او من على الخط الوايت لغايه اما يخبط في السمنت وانامل جانكشن بتاع اللور 8. يبقى دي الثلاث خطوط برضو بيسألوا عليهم كتير. الثلاث خطوط بتاعت الوينترز لاين دي برضو مهمة وبيسألوا عليها كتير وبتتكرر كتير. يبقى كده ايه الأصعب لما نيجي نجمع؟ ايه الأصعب؟ ديستو أنجلر، كلاس 3، كلاس سي، لو في سين فوليكل، لو لونج وسين روتس، لو دينس بون، لو سين بريدونتال ليجامنت، لو قريب من الانفيريور دنتال كانال، لو في كونتاكت مع اللور 7. صلحوها هنا يا جماعه، حطوا الايزي مكان الديفيكالت، هو عاكس هنا، ده الديفيكالت وده الايزي، فدول الاصعب ودول الاسهل. طيب هنفتح الفلاب. السؤال ده برضو بيجي كتير جدا وركزوا فيه، هنوقف الفلاب فين او هنخلي الفلاب يقف فين او الفلاب هيقف فين؟ لو انا هعمل اللي هو التريانجلر فلاب، اللي هو بيبقى فيه فيرتيكال فلاب، على حسب الصعوبه بتاعه السن، يا اما بيقف على الديستال بتاع ال7 يا اما بيقف على الميزيال بتاع ال7. لكن لو هعمل انفلوب، الانفلوب ده ما بيبقاش فيه خط عرضي فهيحتاج مسافه اكبر. فلو انفلوب بيجي يسال كتير برضو في الامتحان، يقول لك لو انفلوب هيقف فين نهايه الفلاب؟ بيقف على الميزيال بتاع ال6. يبقى انا كده عندي لو تريانجلر ممكن اوقفه على الديستال بتاع ال7 او الميزيال بتاع ال7، لو انفلوب لازم يقف لغايه الميزيال بتاع ال6. برضو دي بتيجي كتير في الاسئله. وبعد كده بعد ما بنفتح الفلاب بنخلع الضرس او بنشيل الضرس، عن طريق ان احنا بنقسم الضرس نصين ونشيل كل نص لوحده. بنقسم الضرس نصين ونشيل كل سن لوحده. في حاجه هنا كده بتيجي في التعريفات اسمها البون جاترنج. البون جاترنج هي ايه؟ ان احنا نعمل زي تجويف كده في الرق، في العظم كده، في الحته بتاعت الاكسترنال اوبليك ريدج، انا عشان اسند عليها بالاليفيتور وازق الضرس لفوق. اسمها ايه دي؟ اسمها البون جاترنج. البون جاترنج دي بنعملها امتى؟ لما اكون عايز اعمل، اقول لك عايز تعمل بوينت اوف ابلكيشن، يعني نقطه نضغط بيها او نقطه ندوس بيها او نقطه نعمل بيها فورس او نعمل بيها ستريس. وبرضه نفس الفكره، لو هو ميزيو انجلر، لو ميزيو انجلر هطلع انهي جزء الاول، الديستال ولا الميزيال؟ لو ميزيو انجلر هطلع انهي جزء الاول، الميزيال ولا الديستال؟ ديستال. الديستال الاول وبعد كده الميزيال، الديستال الاول وبعد كده الميزيال. لو هو بقى هوريزونتال بنعمل حاجه اسمها
دي كورونيشن، يعني يبقى كأننا بنذبح السنة أو كأننا بنذبح الضرس، كأننا بنطير الكراون بتاعه، وبعد كده لو هو فيوزد رود بيطلع مرة واحدة، لو هو سيبرت رود بيطلع كل جذر لوحده. الديستو انجلر برضو بشيل اللوك اللي هو في الديستا الاول، وبعد كده بنشيل بقيه الضرس كله، بشيل اللوك اللي هو في الديستا الاول وبعد كده بشيل الضرس كله. الكورونيكتومي دي عمليه كده عباره عن لما الضرس يكون قريب من الانفيريور الفيلر كانال، وانا خايف ان انا لو خلعته اعور الانفيريور الفيلر كانال او اقطع الانفيريور الفيلر كانال، فبقوم شايل الكراون بتاعه او شايل عامل دي كورونيشن، اشيل الكراون بتاعه واسيب الجدر تحت لغايه اما الضرس كل شويه يفضل يزقه لفوق او يرفعه لفوق، يرفعه لفوق بعد كده نقدر نشيله. دي اسمها الكورونيكتومي او الانتنشن روت ريتنشن، مش ريبلانتيشن، ريتنشن. طيب الاكستراكشن بتاع اللور ايت اصعب ولا بتاع الابر ايت؟ لور ايت انت بتبقى شايف كويس وانت شغال في الابر ايت؟ لا بس بالحركة أسهل. ما انا بقول لك لو امباكتد، لو هما الاثنين طالعين اه الايت لو هو طالع يتشال بسهوله، لكن لو امباكشن داخل جوه في العظم هتعرف تفتح في اللاب ازاي، وفي ليميتد ماوس اوبننج ومش عارف تشوف، وهتخيط ازاي وهتشوف ازاي وهتشيل عظم ازاي وهتقسم الجدر نصين ازاي. لو هما الاثنين امباكتد يبقى الابر ايت اصعب، لكن لو الضرسين طالعين يبقى الابر ايت اسهل. تمام، برضو دي نقطه مهمه. برضو نفس الكلاسيفيكيشن بالظبط، بتتقسم لكلاسز وبتتقسم لكلاس A و B و C وكلاس 1 و 2 و 3، برضو نفس الفكره. الزياده بس عن الـ عن الابر ايت عن اللور ايت ان هو ممكن يجي مقلوب انفرتد، يعني تلاقي جذوره نازله لتحت والكراون موجود فوق فيجي انفرتد. ده الحاجه الزياده او الحاجه اللي مش موجوده في اللور ايه. برضه هنعمل الفلاب فين؟ برضه نفس الفكره، هنمد الفلاب لغايه فين او هنخلي الفلاب يقف فين؟ لو هو تريانجلر يا اما هحطه على الميزيال بتاع الديستال بتاع السيفن، او الميزيال بتاع السيفن لو الضرس صعب وعايز مسافه رؤيه كبيره، لكن لو انفلوب لازم امده لغايه الميزيال بتاع السكس. وخدوا بالكم دي بيسالوا عليها كتير في الامتحان. وبعد كده بنشيل الضرس على جزئين، بتشيل الضرس على جزئين، نفس الفكره بتاعت اللور. طيب الكومبليكيشن، بيجي سؤال كتير في الامتحان يقول لك ايه اشهر كومبليكيشن بتحصل مع الاكستراكشن؟ الالم، ان المريض يتالم يحصل له بين. ايه اشهر سبب للالم؟ ليه المريض ممكن يتالم مع الخلع؟ ان الانستيزيا ما نجحتش، الانستيزيا فشلت. طب ايه اللي يخلي الانستيزيا تفشل؟ ان احنا ادينا الانستيزيا غلط او الطريقه غلط او في فيلير في الانستيزيا او ما اديناش الانستيزيا بصوره صحيحه. طيب كل بقى نوع كومبليكيشن المفروض نعرف ايه الاسباب بتاعته وايه طريقه المعالجه بتاعته، وخلوا بالكم النقطه دي عشان برضو بتيجي في الاسئله كتير. الاول الكومبليكيشن بتحصل اكتر في المانديبول ولا في الماكسيلا؟ مندبل في المانديبول اكتر. ليه؟ لان العظم بتاعه دنس وعنده ليس بلاد سبلاي، بتحصل في المانديبول لان العظم بتاعه متكلس اكتر، شديد اكتر، دنس اكتر، وعنده البلاد سبلاي قليل. طيب ايه الحاجات بقى الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل او الكومبليكيشن اللي ممكن نعملها؟ ممكن الضرس يتكسر مننا. ايه الاسباب ان ممكن الضرس يتكسر واحنا بنخلعه؟ يعني ايه اللي يخلي الضرس يتكسر واحنا بنخلعه؟ لو هو كان معمول له روب كانال، لو انا مش عارف امسك الفورسبس صح، مسكت الفورسبس غلط، استخدمت فورس زياده ازيد عن اللزوم، هنعمل ايه؟ لازم يتشال كل الاجزاء اللي احنا بنكسرها. طيب ممكن ان احنا واحنا بنخلع ضرس، يا نخلع ضرس جنبه يا نخلع حشوه او نشيل حشوه كانت موجوده في الضرس اللي جنبيه. السؤال ده بيجي كتير في الامتحان، هيجي يجيب لك سيناريو ويقول لك انت كنت بتخلع اللور 8 وسندت على اللور 7 واللور 7 كان فيه ريستوريشن طلعت معاك وانت بتخلع، المفروض تعمل ايه؟
مفروض نعمل ايه؟ هنحط حشوة، بس حشوة مؤقتة، وادي له ميعاد ويجي لي بعد فترة يحط الحشوة النهائية. هحط الحشوة بس حشوة مؤقتة، وادي له ميعاد واعمل له حشوة نهائية. طيب لو انا خلعت ضرس، انا بقى خلعت مثلا، بخلع لقيت السيفن بيتهز وهيطلع معايا، المفروض اعمل ايه؟ نرجعه تاني مكانه. ركب لها سبلانت. نرجعه تاني مكانه ونثبته، نرجعه تاني مكانه ونثبته، نخليه يرجع تاني مكانه ونثبته. طيب لو انا كسرت الجدر، اسيبه ولا اخلعه؟ المفروض ان احنا بنخلعه، بس في حالات معينة بنسيبه. وركزوا في النقطة دي عشان مهمة جدا، امتى نسيب الجدر؟ ودي بتيجي في الأسئلة كتير، امتى نسيب الجدر لو كسرناه وسبناه؟ لو هو اسيمتوماتيك، ما كانش فيه ألم، لو هو كان موجود ديب، ولو أنا قعدت أجري وراه وحفر وراه هشيل كتير من العظم، لو هو حجمه صغير الجزء اللي اتكسر، لو المريض ممكن يحصل له مضاعفات كتيرة أو مضاعفات شديدة لو قعدت أجري ورا الجدر عشان أخلعه، لو هنشيل عظم كتير عشان نشيل الجدر، او لو حاله المريض الصحيه ما تسمحش بالموضوع ده زي المريض اللي بياخد بايفوسفينات، اي حاجه من الحاجات دي ممكن يسيب الجدر، غير كده لازم يتشال. طيب لو انا كسرت جدر بتاع اسنان لبنيه، يعني انا بخلع الابر اي وكسرت الجدر، اشيله ولا اسيبه؟ دي برضو بتيجي في الاسئله، نشيل الجدر ولا نسيبه؟ أسيبه لأنه راح يصير لانه كده كده السنه هتزقه، لان ممكن لو انا بستخدم الكيرفت ايبكس وعمال افحر 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 افحر، ممكن اقوم شايل السنه السكسيسور او السنه اللي هتطلع بعد كده واخلعها واخلع السنه. خدوا بالكم يا جماعه، النقط الصغيره دي كلها بتاعت الفيلير بتاع الاكستراكشن كلها بيجيبوها في الاسئله. طيب لو احنا خلعنا سن غلط، هو احنا ممكن نخلع سن غلط؟ يعني ممكن حد يخلع سن غلط؟ ممكن مثلا دكتور بتاع تقويم قال لي اخلع الابر فور، وانا مثلا كنت في نهايه اليوم ولا مش مركز، والسن كده كده ما فيهوش تسوس، فمفيش حاجه تفصل ما بين الفور والفايف، هو كان قايل لي اخلع الفور قمت انا خلع الفايف، او هو قايل لي اخلع الفايف قمت انا خلع الفور مثلا، نعمل ايه ساعتها؟ يعني السؤال ده لسه جاي في امتحان قريب، دكتور التقويم بعت لي ريكويست ان انا اخلع مثلا الابر فور وانا قمت خلع الفايف، اعمل ايه؟ نعمل ايه؟ اول حاجه اكلم دكتور التقويم، اول حاجه اكلم دكتور التقويم اقول له انا خلعت الفور وانا كنت المفروض اخلع الفايف، هينفع تكمل التريتمنت على كده؟ قال لي بقوم قايل للمريض ده حصل كذا كذا كذا، وبقوم ممشي المريض. قال لي لا ما ينفعش، برجع الضرس اللي انا خلعته غلط واعمل له تثبيت، وبعد كده بعد فتره نخلع الضرس الصح. خدوا بالكم التريتمنت بتاع الغلطات الصغيره دي بتاعت الاكستراكشن عشان مهمه جدا. تمام، الديسبليسمنت اوف ذا روت اكتر مكان بيروح فيه الضرس، لو هو في اللور بيروح بالسبمانديبولر، طب لو في الابر بيروح فين؟ الجدر في الابر، لو انا بخلع جدر في الابر ممكن يخش فين او يخش فين؟ لو في الابر مولرز ممكن يخش في الساينس، لو الابر 8 ممكن يخش في الانفرا تيمبرال فوسا، وخلوا بالكم برضو من النقط دي، الابر اللور مولر بيروح في السبمانديبولر، الابر 8 بيروح في الانفرا تيمبرال، الابر مولرز بيروح في الماكسيلاري ساينس او بيختفي في الماكسيلاري ساينس. طيب لو انا دخلت جوه الساينس ايه اللي المفروض نعمله؟ يعني لو الجدر دخل مني جوه الساينس ايه اللي المفروض نعمله؟ ريموف، نفتح بلاب. اسمه ايه بقى الفلاب عشان بيسألوه كتير جدا؟ اسمه كود ويل لك، بيجي كتير في الامتحان السؤال ده، الابروتش بتاع الساينس لما نفتح الساينس عشان نفتح الساينس ونطلع الجدر اسمه الكود ويل لك، بيجي كتير جدا في الامتحان الكود ويل لك. طيب من اشهر الكومبليكيشن اللي بتحصل ومن اكتر الحاجات اللي بيحبوها في الامتحان اللي هي الاورو انترال فيسيولا، او بيسموها الاورو انترال كوميونيكيشن، ان احنا نفتح الساينس او نخرم الساينس او نعمل خرب في الساينس. طيب هيجي يقول لك ايه التيست اللي احنا بنعمله عشان لو احنا شاكين في الساينس نعرف احنا فتحنا الساينس ولا لا، ايه التيست اللي احنا بنعمله؟ ايه الاختبار اللي احنا بنعمله؟
حاجة اسمها النوز بلوينج تيست. خدوا بالكم التيست ده برضو عشان مهم جدا. النوز بلوينج تيست ده يعني ايه؟ يعني بخلي المريض يسد انفه بايديه وينفخ، لو لقيت فيه بابلز بتطلع من قلب السوكت يبقى انا فعلا كده خرمت السوكت. طيب في حاجات تانية نقدر نختبر بيها، ممكن اقول للمريض اشرب مية ووطي راسك لتحت، لو لقيت المية بتنزل من انفه يبقى انا كده برضو فتحت السوكت. او لو لقيت صوته بيتغير، يعني عنده حاجة اسمها الريزونانس، يعني عنده زي خنفان في صوته كده او صوته خنف، كل الحاجات دي او بالاشعة طبعا، يبقى كل الحاجات دي ان احنا فتحنا الساينس او عملنا فتح للساينس. طيب الساينس لو فتحناها هنعمل فيها ايه؟ يعني لو انا خرمت الساينس ايه اللي المفروض اعمله؟ ايه المفروض نعمله لو خرمنا الساينس؟ فوتشر لو هي صغيرة هسيبها، لو هي صغيرة هسيبها، لو هي أقل من نص ملي هنسيبها وهتقفل لوحدها وندي له مضمضة بس وندي له مضاد حيوي. لو هي كبيرة لازم نخيطها. بنخيطها إزاي بقى؟ خدوا بالكم برضو من البتاعة دي عشان بيسألوا عليها. يا إما بقوم واخد حتة فلاب من البكل وخيطه جوه الساينس، فبيبقى اسمه البكل ادفانسمنت فلاب، وده الأسهل والأشهر والأقل في الكومبليكيشن. يا إما بناخد حتة فلاب من البلاتال ونروح نخيطها جوه الجرح، بس ده بيبقى فيه مقاومة عنيفة جدا، يا إما بناخد من على قلب الريدج نفسه ونخيطها جوه الجرح، فبيسموها البريدج بيديكل فلاب، البريدج بيديكل فلاب، ومهمين جدا وبيجوا في الأسئلة كتير. يبقى الساينس لو هي صغيرة أقل من نص مللي دكتور، هنسيبها. على أي أساس بنختار أنواع الفلاب دي؟ الاسهل بالنسبه لنا لينا كلنا البكل، لكن لو انا عندي اي مشكله في البكل او الـ مثلا في مشكله في ان البكل التيشو الانسجه مش كافيه مثلا ناحيه البكل، خلاص يا هناخد البريدج يا هناخد البلاتال، بس هو الفيرست اوبشن معايا او الاول معايا هو البكل ادفانسمنت، الا لو في مشكله، الا لو في مشكله ما في انفكشن، في مش عارف، في مثلا لاسيريشن كتير، ممكن تلاقي مثلا انت عملتي جرح كبير وخبطتي اللثه خالص ناحيه البكل مش هتقدري تشديها، يعني لو شدتيها تتقطع منك 100 حته خلاص كده مش هتقدري تعملي البكل، هتروحي بقى تعملي يا اما البيديكل يا اما البلاتال، بس بتخلي البلاتال ده اللاست اوبشن لانه الشد بتاع البلاتال بيبقى سيء جدا، يعني الانسجه بتاعت أجريسيف يعني. بتبقى لازقه في العظم اللي تحتيها، حتى وانت لو انت جربتي كده تدي ابره بنج في البلاتال يا دوبك بس مجرد ما تخش الابره طرف الابره هتحسي ان انت لمست في عظم غير اللي ناحيه البكل، الانسجه كبيره شويه، فالبلاتال تخليه اللاست اوبشن معاكي لو الاثنين التانيين ما ينفعوش، لكن لو ينفع البكل ادفانسمنت احسن شيء واسهل شيء. بيجي سؤال كتير برضه في الامتحان، ايه الادويه اللي بنديها في حاله ان احنا فتحنا الساينس او خرمنا الساينس؟ بندي المريض مضاد حيوي، بندي له مسكن، بندي له حاجه اسمها مزيل للاحتقان اللي هو زي الناس زي قطره بتاعه الاتروفين كده اللي بياخدوها الناس بتوع البرد او اللي عندهم حساسيه في الجيوب الانفيه او الحاجات دي، اسمها النيزل دي كونجستنت، وبيعمل جلسات بخار عشان تعدل له الوضع بتاع الانف بتاعه. الكرونيك بقى ان كانت حاله كيوت او حاله كانت كيوت وتحولت ما اتعالجتش او ما اتعملهاش علاج فتحولت لحاله كرونيك. الاورو انترال فيسيولا دي مهمه في كل حاجه وبيجيبوا فيها اسئله كتير جدا في الامتحان، بتيجي كتير جدا في الامتحان. طيب لو حصل بقى لوس اوف توث، يعني انها فقدت السنه، ممكن تفقد فين؟ يعني ايه اللي ممكن يفقد في السنه؟ ممكن المريض يبلعها. طيب هيجي يقول لك لو السنه لسه واقفه في زوره، يعني لسه السنه على بدايه زوره، ايه اللي ممكن اعمله للمريض عشان الموضوع ما يصعبش معاه؟ بنخبطه على ظهره، بنخبطه على ظهره عشان نشجعه ان هو يكف او يكح فتخرج السنه. طب لو السنه بقى نزلت في الرئه، ايه اللي المفروض التريتمنت بتاعته؟ لو السنه نزلت في الرئه او في اللنج بتاعته، ايه اللي المفروض التريتمنت بتاعته او اعمل له ايه؟ يعني نعمل له ايه ساعتها او ايه اللي المفروض نعمله؟ نسيبها لا هنسيب حاجه في الرئه، هنسيب حاجه لا لازم يروح يعمل اشعه، ودي حاله مستشفى، دي حاله ايمرجنسي، حاله طوارئ. الفراكشر بتاع الالفولار بروسيس ان احنا نكسر العظم، واحنا بنخلع نكسر العظم، لو هو صغير خلاص مش هنعمل حاجه هننعم بس الحته دي، لو هو كبير هنعمل الهوريزونتال ماتريس اللي احنا قلنا عليها بتقرب الانسجه مع بعض.
طيب لو كسرنا التيبروستي، السؤال ده برضو بيجي كتير جدا في الامتحان، لو كسرنا التيبروستي نعمل ايه؟ برضو السؤال ده بيجي كتير جدا في الامتحان. Reposition and plant. على حسب، لو انا لقيتها لسه بتتهز وما طلعتش معايا خالص، ارجع تاني بسرعة واخيط واعمل لها تثبيت لمدة 6 اسابيع لتمن اسابيع، وبعد كده لما اجي اخلع الضرس تاني ما اخلعهوش خلع عادي، لان لو خلعته خلع عادي هتتكسر التيبروست تاني، اخلعه ساعتها سيرجيكال، اخلعه جراحيا. لو اتفصلت بقى وطلعت معايا خالص، يعني اتفصلت بقى وخرجت معايا خالص، خلاص هديله ادويه واعمل له خياطه في المكان واديله ادويه، مش هعمل له حاجه. طيب لو كسرنا المانديبول بنعمل ايه؟ بنعمل اللي هي بيسموها الاي ام اف او الاورو او الانتر ماكسيلاري فيكسيشن، ان احنا بنثبت، بنعمل تثبيت. السوفت تيشو انجري ان احنا نقطع له شفته ونقطع له خده، دي مفروض على حسب بنعمل لها سوتشر او بنخيطها. التي ام جي ديسلوكيشن دي برضو خلوا بالكم منها يا جماعه عشان مهمه جدا، اهم حاجه في الكومبليكيشن عندكم الاورو انترال فيسيولا والديسلوكيشن والتيبروستي، دول اكتر 3 حاجات بيسالوا عليهم. طيب الاول هيجي يسالنا، وخدوا بالكم من اي حاجه في السيرجري هيجي يقول لك المانديبول المفروض يتحرك لاتجاه ايه. لو انا عندي الديسلوكيشن الكوندايل خرجت في الناحية الرايت، يبقى المفروض المانديبول يحصل له ديفيشن لناحية الرايت ولا ناحية الليفت؟ السؤال ده بيجي كتير جدا برضه، يعني بيروح للناحية السليمة ولا المصابة؟ بيروح للناحية الهيلسي، سليم. الهيلسي، لأن هو خرج من هنا، يعني دي خرجت بره، يبقى المانديبول هيتحود للناحية التانية، للناحية السليمة. لو خرجت من هنا يبقى هيروح للناحية السليمة. المفروض لو حصل عندي ديسلوكيشن ايه اللي المفروض ان انا اعمله؟ ارجع المانديبول تاني، ارجع له مفصل فك تاني. وخدوا بالكم من الحركات عشان بيسأل عليها برضو كتير، بحركه لتحت وللخلف وللأعلى، لتحت وللخلف والأعلى، برضو الحركات بيسأل عليها كتير جدا، لتحت وللخلف والأعلى، تمام، برضو مهمة جدا. طيب لو قعد فترة طويلة، يعني لو جالي مثلا بعد ما حصل له الديسلوكيشن ده ب4 ساعات، ايه اللي المفروض أعمله؟ أرجعه ولا أعمل إيه؟ أرجع العضلات عنده بتتخشب، ده بيخش جي ايه، ما بيرجعش عادي، ده لازم يتعمل له اعاده معالجه او يرجع الفك في الجنرال اناستيزيا، لان بتبقى مؤلمه جدا والعضلات عنده بتخشب، لان فتح الهام مثلا 3 4 ساعات عامل كده، الفم بتاعه عامل كده، فمش العضلات اتخشبت خلاص، مستحيل يقدر يتحمل، فبيرجع بقى في التخدير الكلي او الجنرال اناستيزيا. دكتور، ايه اقل مدة ممكن يقعد البيشنت نص ساعة، من غير نص ما ساعة، يدخل جي ايه؟ نص ساعة، يعني باختصار يكون عندك في العيادة، يعني ان هو يكون عندك في العيادة. لو جاي لك بقى من بره او من طريق بعيد غالبا دي حالة جنرال انستيزيا غالبا، يعني لان اكيد مش هيكون عدى عليه اقل من ساعة بقى لما يجي ولا حاجة، فهيخش تخدير كلي. يعني الهيموريج اللي هو النزيف، او النزيف اللي بيحصل، او النزيف ده يا اما بنوقفه باللوكال هيموستاتيك ايجنت اللي احنا قلنا عليها، يا اما بنكويه، بنعمل له كي، حاجه اسمها كوتري، كوتري ده اللي هو بيقولوا عليه كي، ان احنا نكوي المكان اللي بينزف، يا اما بناخد سوتشر، بناخد ستيتش، بناخد خياطه، يا اما بنعمل حاجه اسمها ليجيشن، وخدوا بالكم برضو من الليجيشن دي. طيب لسه جاي في امتحان قريب، امتى اعتبر البليدنج ان هو سكندري بليدنج مش برايمري بليدنج؟ لسه جاي السؤال ده في امتحان قريب، امتى اقول على البليدنج ان هو سكندري بليدنج مش برايمري بليدنج؟ لو أكتر من 14 يوم. لو قعد لغاية 14 يوم، برضو السؤال ده بيجي كتير جدا، لو قعد لغاية 14 يوم يعني نزف وقعد ينزف لغاية اليوم السابع الثامن التاسع العاشر ال11 ال12 لغاية الوقت ده كده يعتبر ده كده secondary bleeding.
طيب الليجيشن ايه هي؟ الليجيشن ان احنا نيجي على الوريد اللي بينزف ونربطه، كلمه ليجيشن يعني ربط. الليجيشن دي بقى بتبقى حاجتين، يا اما اوبن ليجيشن يا اما بلايند ليجيشن. ايه هي الاوبن ليجيشن وايه هي البلايند ليجيشن؟ الاوبن ليجيشن ان انا شايف الوريد قصادي، شايف الشريان قصادي، واجي واقوم رابطه، شايفه بعينيا واقوم رابطه. البلايند ليجيشن انا عارف ان في مثلا ماكسيلاري مثلا ارتري بيمشي هنا، لكن انا مش شايفه فعليا، بس انا عارف ان هو بيمشي في المكان ده، فاجي على المكان اللي انا عارف ان هو بيمشي فيه واقوم رابط من غير ما اكون محدد بالظبط هو فين. دي بيسموها البلايند. طيب الوارفرين برضو السؤال ده بيجي كتير، مفروض الاي ان ار مع المريض اللي بياخد وارفرين ما تزيدش عن كام؟ السؤال ده بيجي كتير جدا، ما تزيدش عن كام؟ 3.5 ثلاثة ونص، ما تزيدش عن ثلاثة ونص، بيجي كتير جدا السؤال ده. طيب التريسماس اللي هي فمه يخشب او الفم بتاعه يخشب، التريسماس دي بنقول على فتحة المريض امتى ان هي تريسماس؟ لو بقت اقل من قد ايه؟ برضو السؤال ده بيجي كتير جدا. لو هي اقل من 30 مللي، يعني اقل من 3 سم، لو لقيت فتحة المريض اقل من 3 سم يبقى كده تريسماس، لكن النورمال اوبننج المفروض 50 مللي، يعني 5 سم، يعني الفتحة الطبيعية بتاعتنا المفروض 5 سم. الفتحة امتى نقول عليها تريسماس؟ لو بقت اقل من 3 سم. طيب مين العضلة اللي مسؤولة عن التريسماس؟ برضو السؤال ده بيجي كتير جدا، ايه العضلة اللي مسؤولة ان هي تعمل لنا التريسماس؟ ميديال تريجويد. الميديال تيروجويد، برضو السؤال ده بيجي كتير جدا جدا جدا، ايه العضله المسؤوله عن ان هي تعمل لنا التريسماس؟ خدوا بالكم بقى التريسماس عشان الحته دي بتلخبط، ليه بريفنشن وليه ميديكيشن او ليه تريتمنت. البريفنشن ان انا امنع التريسماس ان هو يحصل، ان انا احط كمادات بارد، طب لو حصل يبقى احط كمادات حر. في فرق ما بين التريتمنت وفي فرق ما بين البريفنشن. لو انا عايز امنعه ان هو يحصل او امنعه ان هو يبقى موجود بحط كمادات بارده، طب لو حصل بحط كمادات حاره. الايكيموزيس ده اللي هو النزيف تحت الجلد، ودي مش بنعمل لها حاجه، دي بتروح لوحدها. الايديما اللي هي الانتفاخ نتيجه حبس الهواء، برضو السؤال ده بيجي كتير في الامتحان، الانتفاخ ده بيحصل اكتر في الصباح ولا في نص اليوم ولا في الليل؟ في الصباح ولا في نص اليوم ولا بالليل؟ الصباح نتيجة حاجة اسمها البوشرال تشينج، إن إحنا لما بنقوم من النوم بنغير الوضع بتاعنا، فبتحصل في الصباح نتيجة البوشرال تشينج. الدراي سوكيت بقى دي مهمة جدا وبيحبوا يجيبوها في الامتحان، سبب فعليا يعني ما فيش سبب نقدر نقول عليه فعليا ان هو بيسبب الدراي سوكيت، لكن ليها حاجة اسمها بري ديسبوزنج فاكتور، ان احنا نخلع تروماتيك يعني نعمل خلع ناشئ شديد جدا، واحنا بنشرب تدخين دخن بعد ما خلع، ست بتاخد اورال كونتراسبتيف حبوب منع حمل، اي حاجة من الحاجات دي تعمل الدراي سوكت. طيب بنعمل لها علاج ازاي؟ الاول هي الدراي سوكت بنقول امتى على الجرح ان هو دراي سوكت؟ لما يكون ايه؟ لما خلال اول 4 ايام، لما بعد ال4 ايام. اول 3 ايام ما بيتحسبش الم دراي سوكت، بيتحسب الم عادي، بعد ال4 ايام بيتقال عليه دراي سوكت. ما بنعملش كيروتاج، ما بنكحتش المكان، لان كحت المكان ده هيهيجه، ما بنكحتش المكان، ما بنعملش كحت المكان، بنعمل اريجيشن وبنحط الماده اللي احنا قلنا عليها مسكنه وتوقف الدم اللي هي الايودوفورب، وبنفضل نغيرها للمريض لغايه اما يلتئم الجرح بتاعه 100% او يحصل التئام للجرح بتاعه بصوره كامله او بصوره كامله. تمام؟ طيب احنا كده خلصنا الجزء بتاع النهارده، بكره اجازه ان شاء الله وهنكمل يوم السبت. تمام 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 يعطيك العافية، شكرا.
ركزوا بقى يا جماعة النقط اللي احنا قلنا عليها بتاعت الكبروستي وبتاعت الدراي سوكيت وبتاعت الاورو انترال فيسيولا والجزء بتاع الجريجوري كلاسيفيكيشن بتاع التصنيف بتاع ضرس العقل. النقط دي مهمة جدا وبيجيبوها في الأسئلة كتير، دي أهم النقط تقريبا يعني في الكلام اللي احنا قلناه النهارده. أشوفكم بقى يوم السبت، وجمعة مباركة عليكم، تصبحوا على خير.